أعزائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ وحشتوني. قبل ما نبدأ الدرس عايزة أسألكوا سؤال، ممكن تقولولي ايه الحرف ده؟ ممتاز، تاء. اسمه ايه الحرف ده؟ تاء. دي تاء في الأول، دي تاء في الوسط، ودي تاء في النص في الآخر. طيب وايه الحرف ده؟ برافو، هاء. دي هاء في الأول، دي هاء في الوسط، ودولت في الآخر. لما يبقى قبلها حرف مش أناني بتمسك فيه عادي، لما تبقى قبلها حرف أناني بتقف لوحدها زي هنا كده. تمام. طيب ايه بقى ده؟ ايه الحرف ده يا كيروان؟ لا لا لا، دي مش هاء، دي اسمها تاء مربوطة. دي اسمها ايه؟ تاء مربوطة. دي اسمها ايه؟ تاء مربوطة. التاء المربوطة دي بتيجي فين؟ بتيجي على طول في الآخر. بتيجي فين؟ على طول في الآخر. وده بيبقى شكلها لما يبقى قبلها حرف مش أناني زي اللام هنا، وده شكلها لما يبقى قبلها إيه؟ حرف أناني زي الزاي هنا. تمام؟ طيب طب التاء المربوطة دي بتعمل إيه؟ طب وليه مش بنقولها تاء عادية؟ مش بنكتبها تاء عادية؟ تعالوا نشوف، تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف. نخلة، ودي عليها سكون هتبقى ايه؟ نخلة. نخلة، بس هم حاطين عليها سكون، نطقناها تاء؟ لا، نطقناها هاء. طيب لو الكلمة اللي بعدها تعالوا نشوفها، موزة، موزة. لما حطينا عليها تشكيل حركة قوية بقت ايه؟ بقت تاء. يبقى التاء المربوطة يا حلوين لما بنقف عليها او بيبقى عليها سكون بننطقها ايه؟ بننطقها هاء. اما لو عليها تشكيل او مش هنقف عليها بننطقها ايه؟ بننطقها تاء. يبقى تاني، التاء المربوطة لما بيبقى عليها سكون او بيبقى في اخر الكلام بننطقها ايه؟ بننطقها هاء. طيب ولما يبقى عليها تشكيل حركة قوية زي الفتحة او الضمة او الكسرة او هنوصلها في الكلام مش هنقف عليها هتبقى ايه؟ هتبقى تاء. طب تعالوا نشوف، تعالوا نقرأ الكلمات دي ونشوف ايه الفرق. نقرأ اول كلمة، بن تو، بن تو. لما حطينا عليها تشكيل بقت ايه؟ بقت تاء. طيب لما نيجي نقف عليها ونشيل من عليها التشكيل هننطقها ازاي؟ بنت، بنت. تاء ولا بقت هاء؟ تاء. برافو، يبقى دي تاء ايه؟ دي تاء عادية. طب نقرأ الكلمة اللي جنبها، سمكتو، سمكتو. تاء اهي. طيب لما نقف عليها ونشيل التشكيل ده هتبقى ايه؟ سمكة، سمكة. نطقناها ايه؟ هاء. يبقى دي ايه؟ دي تاء مربوطة. احسنتم. طب نشوف اللي بعدها، تو تو، تو تو. طيب لما نقف عليها نشيل من عليها الضمة دي هتبقى ايه؟ توت، توت. نضعناها تاء ولا هاء؟ تاء. يبقى دي ايه؟ دي تاء عادية. طيب اللي جنبها، نجمة تو، نجمة تو. طب لما نيجي نشيل التشكيل تبقى ايه؟ نجمة. وقفنا عليها اهو، نجمة. نطقناها ايه؟ نطقناها هاء. طيب تيجي نحطها في جملة، النجمة في السماء. شفنا عملناها ازاي؟ نطقناها تاء. لما نيجي نقف عليها بقت ايه؟ النجمة. بقت ايه؟ هاء. طب نشوف اخر كلمتين، عن كابو تو، عن كابو تو. طب لما نقف عليها ونشيل من عليها التشكيل عن كابوت، تاء اهي. يبقى دي تاء عادية. طيب اللي بعدها، لعبة تو، لعبة تو. شيل التشكيل اللي نقف عليها تبقى ايه؟ احسنتم، لعبة، لعبة. طب كده يا حلوين فهمنا؟ يبقى التاء المربوطة لو هنقف عليها او هنشيل من او عليها سكون او عليها سكون هتبقى ايه؟ هتبقى هاء. اما لو مش عليها أو اما لو عليها تشكيل وهنوصلها في الكلام عادي زي النجمة في السماء هتبقى ايه؟ هتبقى تاء عادية. وعرفنا شكلها؟ طب يلا نفتح الكتاب عشان نحل مع بعض.
يلا نفتح الكتاب مع بعض، صفحة 58، نشوف أول سؤال مكتوب عندنا إيه. لون الصور التي بها تاء مربوطة. طيب شوفوا الصور مع بعض وإيه، ونشوف فين فيها اللي تاء وفين اللي مفيهاش تاء. أول صورة دي صورة إيه؟ وردة. طب لما نقف عليها تبقى إيه؟ ورده. فيها تاء مربوطة ولا مفيهاش؟ ممتازين، يلا نلونها. طيب واللي جنبها دي صورة ايه؟ كورة. تمام. طيب لما نسكنها او نقف عليها تبقى ايه؟ كرة. يبقى فيها تاء مربوطة. احسنتم، نلونها. طب بعد كده دي صورة ايه؟ دي كلب. كلب فيها تاء اصلا؟ لا مفيهاش. طيب الصورة اللي جنبها دي ايه؟ سمكة. هقف عليها. ممتازين، سمكة. يبقى نلونها، يبقى كده هنلون الوردة والكرة والسمكة. طيب السؤال اللي بعد كده، صل الكلمة بالشكل المناسب لها. هنشوف فين الكلمات اللي فيها تاء بالشكل ده واقفة لوحدها، وفين الكلمات اللي فيها التاء المربوطة وماسكة ايه؟ ماسكة اللي قبلها. تمام. كرة واقفة لوحدها ولا ايه؟ هنوصلها بالليل لوحدها. سمكة واقفة لوحدها ولا شبكة في اللي قبلها؟ يبقى نوصلها بدي. لعبة. أحسنتم، ماسكة في اللي قبلها. حديقة. ماسكة في اللي قبلها. عصفورة واقفة لوحدها. تمام. بعد كده اكتب حرف، نكتب التاء المربوطة هنا لوحدها وهنا ايه؟ مشبوكة في اللي قبلها. ممتازين يا جدعان. طيب حلوين، حل بقى الباقي، باقي الصفحات بتاع الدرس واجب وبعتوها لي ان شاء الله. تمام، ممتازين يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله.